السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور خالد الوتاه، رئيس مجلس الشباب في هيئة الصحة في دبي. في هذه المنصة السنة اللي طافت شهد المنتدى إطلاق مجلس الشباب في هيئة الصحة، وفي هذه السنة وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب نظمنا جلسة مينت موجه. البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الشباب عن طريق تفاعلهم مع ذوي الخبرة في كافة المجالات، وتم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة لتوزيه الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم في كافة المجالات. وسيعمل الموجهون على بناء قدرات الشباب وتنويع مهاراتهم وتطويرهم باستمرار. مثل ما ذكرت، برنامج ميت موجه احدى مبادرات مجلس إمارة للشباب، وفي هذه السنة هم تعاونوا معنا مشكورين، ويهدف البرنامج الى بناء جيل من الابطال في كافة الميادين من خلال انشاء قنوات مباشرة مع موجهين من ذوي الخبرة وانجاز في مجالاتهم. وتم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة، وفي هذه السنة نتشرف باستضافة معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعنوان الجلسة ستكون خلاصة التجارب، ويدير الحوار الإعلامي محمد الكعبي، فليتفضلوا المشكورين إلى المسرح. تفضل معاليك. شكرا. تفضل. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وولاه ليوم الدين. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الجلسة من جلسات مبادرة 100 موجه. هذه المبادرة التي تتبناها المؤسسة الاتحادية للشباب، وتستضيف من خلالها مجموعة من أصحاب من القيادات، قيادات الصف الأول في دولة الإمارات، ليكونوا قدوات لشباب دولة الإمارات. هذه الجلسة تستضيفها هيئة الصحة بدبي ضمن فعاليات منتدى دبي الصحية. حضورنا الكريم، نستضيف في هذه الجلسة شخصية وطنية نستلم منها روح العمل والإنجاز ومقومات النجاح، شخصية تعتبرها الشباب قدوة، فقد تولى ملفات ومسؤوليات مهمة في دولة الإمارات، فقد تولى معاليه منصب وزير الصحة من العام 2006 حتى العام 2009، ثم وزيراً للتربية والتعليم في دولة الإمارات من العام 2009 وحتى العام 2014، وذلك إضافة إلى كثير من المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، إضافة لترأسه لكثير من اللجان الوزارية والوطنية في الدولة. موجهنا اليوم مدير عام هيئة الصحة بدبي معالي حميد بن محمد القطامي، نرحب به جميعاً وندعوه، ندعو معاليك لعرض تجربة لخلاصة يعني تجاربك الناجحة في دولة الإمارات، ثم نبدأ بعد ذلك الجلسة الحوارية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور، الأخوة المشاركين في منتدى دبي الصحي الثالث، أيضاً الأخوة الحضور من الهيئة العامة للشباب والمشاركين في هذه الجلسة اللي إحدى الجلسات الهامة لنتكلم فيها لتعزيز إن شاء الله والتواصل والصنع جيل من الأبطال إن شاء الله في المستقبل. أنا حقيقة سعيد أني أشارك في هذه الجلسة، خاصة أني أنا أتكلم معي الحقيقة المنظمين، من ضمنهم دكتورة منال، وأيضا ممثلين في هيئة الشباب في اللحظات الأخيرة أني أكون في هذه الحلقة. طالما أن تتوجه للشباب، ويجب علينا نحن كلنا في هذا المجتمع نلتف
وندعم هذا الجيل القادم ونطلع له كل خلاصة التجارب اللي نحن مرينا فيها والتحديات اللي مرينا فيها. أشكر الأخ محمد على تقديمه، وما بتكلم الحقيقة أنا في هذه الجلسة عن تجربة ذاتية أو بتكلم عن أفكار تناولوها يعني مفكرين أو علماء الإدارة أو علماء المستقبل اللي موجودين برا. لا، أنا راح أتكلم للشباب الحقيقة عن مجموعة من القيم اللي علينا نحن نعززها في ذاتنا ونعززها في فكرنا ونعززها في سلوكنا ونعززها أيضا في عملنا. إذا استطعنا أن نملك أو ننقل هذه القيم للشباب الحقيقة راح يكون عندنا رصيد حقيقي من الأبطال الواعدين في المستقبل. أنا يمكن مريت بتجارب، كنت محاضر ومدرب ومدير ووزير ومدير ورئيس لجنة، لكن مريت في قطاعات مختلفة، قطاع موارد بشرية، قطاع تعليم، قطاع صحة، قطاع خدمة الناس، قطاع مواصلات، قطاع بنوك، قطاع شركات. لكن أقرب القطاعات اللي أنا أعتقد للشباب هذا القطاع قريب لي أنا اللي هو قطاع التعليم، لأنه وهني أبقي أكد على قيمة، لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار للمستقبل. وهكذا تؤكد القيادة دائما بأن التعليم هو يعني صمام الأمان لنا للمستقبل. ومن هنا أبقى أكد على الشباب على التعلم الدائم والتدريب الدائم، لأن التعليم راح يعزز من مفاهيمهم، راح يطور من مهاراتهم، راح يعزز ويعدل من سلوكياتهم. الحقيقة اللي من اليوم نحن في أمس الحاجة إلى تعديل السلوكيات. إذا أردنا نكون عندنا جيل قوي من الأبطال علينا أن نعزز من سلوكياتنا وتكون سلوكياتنا جدا جيدة. وبالتالي هذا القطاع دائما أنا ألاقيه قريب، وعلى فكرة وبستمر معاه إلى فترة طويلة لأني قريب إلي بذاتي. الحقيقة أنا يمكن في بالأمس كنت أفكر بيكون عندي الشباب وشو بقولهم وشو بضيفهم، ورحت يعني واستلهمت اللي وأتمنى أن الشباب يستلهمونه أيضا، اللي هي تفضل فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل فترة، وأطلق لنا كنز آخر اللي هو بين الفكر والعمل اللي هو قصتي، فيها كثير من الملامح والمحطات. قلت أقتبس منها بعض الأفكار لعلها تكون فائدة لهذا الجيل من الشباب والمستقبل، وبأخذ منها من جزء من الوصايا وبربطها الحقيقة بالقيم. فالقيمة الأولية اللي هي قيمة الفريق الواحد، قيمة الفريق الواحد لازم الشباب يعملون كفريق واحد. إذا أردنا أن يكون عندنا شباب قوي لازم يكون نعمل فريق واحد. وهني هذه بنستخلصها من وصية الشيخ محمد اللي هي الوصية الثانية والخامسة، لا تعبد الكرسي وأيضا اصنع فريق عملك. لا تعبد الكرسي، لا تجلس على الكرسي، وأيضا اصنع فريق عملك. لازم نعمل كفريق إذا أردنا أن نكون أقوياء، لازم نعمل فريق ونعمل فيه تناغم وانسجام. ونحن أعتقد في هيئة الصحة قبل 3 أسابيع
عدينا تكامل وتناغم في سيمفونية متكاملة، وهذه أكبر دليل على أن روح الفريق يقدر يعمل أي شيء. وأنا يمكن بالختام قلت كلمة وكررها الحين، روح الفريق هي اللي تعمل تحدث لك. فالشباب لازم يعملون روح الفريق، ولأن روح الفريق يخلق لكم تكامل في الأدوار. القيمة الثانية اللي هو إتقان العمل، لازم تتقن العمل. إذا ما كنت ما تتقن العمل صح، راح يجيب خطأ، والخطأ راح يجيب خطأ ونس توايس مور. وهذه أعتقد إحدى الموفيز اللي كنت أشوفها أنا بزمان بهالمسمى يعني. فلازم نحن نمشي أيضا مع الوصية الثالثة اللي هو ضع خطتك. فعشان تتقن العمل ضع خطة، عشان تتقن العمل صح ضع خطة، تبغي وين تروح، شو الهدف اللي أنت تبغي تروح. وعشان وهذا يحتاج إلى تدريب، ويحتاج إلى جهد لقطف هذا الثمار، يحتاج إلى تدريب، يحتاج. ومثل ما يقول المثل الصيني، مثل الصيني دائما كان يقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد السمكة. هذه هي هو مفهوم فلسفة التدريب الحقيقي. علينا أن يعني نضع خطتنا بشكل جيد، نتدرب لها بشكل جيد، ننفذها بشكل جيد. القيمة الثالثة اللي هي، وأنا ما أبقي أطيل يعني في هذا، اللي هي قيمة المهنية والإبداع. لازم جيلنا يكون بروفيشنال، يكون مهني، يكون محترف، زين، ولازم يمشي بطريقة غير تقليدية، لأن النمط التقليدي ما راح يخلق لك شيء جديد. مثل ما أنت سويت شيء لا كانوا يسوون كذي قبل، لا، لأنه اليوم أنت تعيش في عالم من حولك عالم متغير، زين، بيئة قاعدة تتغير. فلازم تفهم البيئة الداخلية اللي أنت تشتغل فيها كيف قاعدة تتغير، والبيئة الخارجية أيضا للعالم الخارجي والمحيط الخارجي كيف قاعد يشتغل. لو سكرت وسكرت عليك الباب ما راح تطلع بشيء. وياما كثير من المسؤولين اليوم سكرين الباب وما راح يطلع شيء. فهذه مثل ما يقول الشيخ محمد في وصيته السادسة، ابتكر أو انسحب، ابتكر أو انسحب، احمل وابدأ، وإلا اترك المجال لغيرك عشان يبدأ ويمشي. فهني تأتي هذه القيمة، قيمة المهنية وقيمة أيضا الإبداع. القيمة الرابعة قيمة الالتزام والانضباط. يعني قيمة الالتزام والانضباط يعني إثك، أخلاقيات أول شيء، وفيها التزام، فيها ملزام. لما نتكلم يعني عن الوصية الرابعة اللي هو راقب نفسك، راقب نفسك، أنت ملتزم بهالميثاق ولا لا؟ سوي الشغلة صح ولا لا؟ كجيل شباب، أم أنك أنت تسويها وبعدين تشرد زي بعض الموظفين للشباب. أنا بتكلم، قد ينطبق الكلام على موظفي هيئة الصحة، إذا المدير ما موجود يغيب هو على طول، أين وصمم؟ فهذا لا، هذا القيمة تركوها. راقب نفسك، تشكد من نفسك أنت صح ولا لا. فالحقيقة عليه الالتزام. وهني لما أتكلم عن الالتزام، الالتزام بشكل مفهوم الشامل، مش أنا أتكلم عن التزام وقت، التزام لا، بفلسفة العمل المطلوبة، بطبيعة العمل المطلوبة، ببرنامج العمل المطلوب، بخطة العمل المطلوب، بمكونات الفريق المطلوب.
تالي هنا تأتي أنك أنت تكون دقيق وتمشي فيها. فهذه القيمة الحقيقة راح تعطيك شيء للالتزام المؤسسي. خلاص أنا لما التزم، أنا ملتزم لهالمؤسسة. في الإعلام أنا ملتزم للمؤسسة الإعلامية. في التعليم أنا ملتزم للمؤسسة التعليمية. وفي الصحة أنا ملتزم للمؤسسة الصحية. وبالتالي هنا بتكون أنت من ضمن ثقافة الالتزام العام والانضباط لهذه المؤسسة. القيمة الخامسة الحقيقة التواصل مع الناس. إذا ما بتواصل مع الناس، واللي يقولها الشيخ محمد الحقيقة في الوصية الأولى، أخدم الناس، تواصل مع الناس، تكون دائما قريب منهم، تسمع لهم، تنصت لهم، تعرف شو يقولون، شو يبون. يعني لازم تمد جسور، زين، لازم توثق علاقات. إذا كنت مؤسسة توثق علاقات مع مؤسسات دولية، وثق علاقة مع شركات عالمية، ما تعزل نفسك به. فأنت لما تتواصل مع الناس، وعندك اليوم وسائل التواصل هذا كثيرة، خذ النافع، لا تأخذ الأشياء. للشباب أنا أتكلم، لا تأخذ الإشاعات والقصص والروايات والخرافات ما أكثرها، لا، خذ النافع، خذ الأسلوب والوسيلة والتواصل النافع، تستطيع أنت تتغلب وتوصل على الشيء اللي تبغي فيه. الوصفة الأخيرة اللي بقولها للشباب، أو القيمة للشباب عشان الوقت، لأن الأخ محمد بيجري حوار، اللي هي دائما طبعا أنك تكون وصفة للسعادة، اللي دائما تكون إيجابي، تكون متفائل، دائما تبتسم، ما تكون نكدي. أوكي. لأن حتى في الطبيعة اللي يسمونه تشارك في العمل التطوعي، يعني هذه كلتشر اليوم، عمل التطوعي. أنا أفتخر كشخص عشت عمر كبير في العمل التطوعي، كنت رئيس لجائزة لمدة 15 سنة، وكنت رئيس لجمعيات موجودة في السنوات الطويلة كلها تطوعية، لأنها تعطيك روح العمل الاجتماعي والعمل الإنساني والعمل الخلاق. فلازم أنك أنت تشارك وتحافظ على القراءة، وقبل كل شيء تمارس الرياضة، وكل الوعي رياضة بعد الجيلة والجميلة. أوكي. خلاص، بقول بخلاصة للشباب أن الشيخ محمد قال المستحيل وجهة نظر، فأنتوا لازم عليكم تتمسكون بهالقيم وتكونون مدركينها وملتزمين فيها، وأن علشان دائما نكون نحن في التفوق والريادة والتميز، ونمشي بهذا المنهج، علينا دائما تكون هذه القيم ملازمتنا في أعمالنا وأفعالنا وسلوكياتنا. وشكرا. شكرا معاليك، شكرا معاليك على هذه الكلمة الملهمة. معاليك، راح أبدأ مباشرة في الأسئلة. تقودون في إمارة دبي قطاع مهم جدا، القطاع الصحي، قطاع يستثمر في مليارات الدراهم، يخدم ملايين البشر. أتحدث عن توجهات مستقبلية مهمة جدا، السياحة العلاجية وما إلى ذلك. في خضم كل هذه المسؤوليات تركزون على الشباب. لماذا الشباب؟ أنشأتم مجلس الشباب في هيئة الصحة، تستثمرون في الشباب صغار السن، تبتعثونهم للدراسة، دراسة الطب وما إلى ذلك. لماذا هذا الاهتمام الكبير بالشباب؟ مثل ما ذكرت أنا وقلت، الرهان للمستقبل على التعليم، أو صمام المستقبل هو التعليم، فالرهان في المستقبل على الشباب. معاليك، حتى ولو كلفكم هذا، تتحملون أخطائهم لقلة الخبرة، تطولون بالكم إلى أن يعني يكون شاب ناضج يكتسب خبرة كبيرة، في حين أنك تقدر. أولى قواعد التدريب التعلم بالخطأ.
أنا أقول هذه من خلال تجربتي أني كنت كمدرب، فاللي يشتغل في الموارد البشرية ويعرف أصول التدريب، أولى مفاهيم التدريب هو التدرب بالخطأ. لازم عشان تبدأ وتشتغل لازم تغلط في البداية، لكن أنت عليك شو تستفيد من الخطأ مالك. فهذه نصيحة للشباب أن حتى لو أخطأوا عليه أن لازم يكون لهم موجه ولهم مرشد، وهذا البرنامج هو برنامج موجه، فعليه لازم أن يكون يعني للشباب أن في البداية أن متأكد أن أو في الغرب يسمونه كوتشينج، لازم يكون لهم من يعينهم، وهني مطلوب من المدراء والمسؤولين أنهم يعينونهم على كل ما يواجهونه من صعوبات أو تحديات، ويرشدونهم إلى الطريق والدرب الصحيح. تمام معاليك، إذا ما تكلمنا عن الموجهين نبغى نتكلم عن القدوات. في دولة الإمارات لدينا تجربة رائدة في خلق قدوات ناجحة لشباب دولة الإمارات، ابتداء من أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات إلى القيادة السياسية وقيادات دولة الإمارات. أهمية وجود قدوة للشاب الإماراتي ليكون شاب ناجح. الإنسان أو الشاب الإماراتي اللي يعني يشوف النماذج اللي موجودة اليوم، في نماذج ذكرتها نماذج حية، هناك قيادة دائما توجه إلى العمل الصالح وإلى البناء السليم، قيادة تشارك الناس بكل مناسباتهم. وأكبر دليل مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالأمس، نعم، المنتخب بتعزيز روح الفريق وروح النجاح وروح التفوق وروح النصر. هذا إذن أنت اليوم عندك قيادات تعزز هذه كل الاتجاهات في بناء الوطن. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائما الحقيقة حريص على تعزيز الشباب وفرق الشباب، وأيضا ودولة الإمارات الحقيقة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصدرت وأنشأت مؤسسة مختصة، نعم، للشباب ولي يعني لبنائهم ولتوجيههم، وأيضا عينت وزيرة مختصة هي وزيرة لشؤون الشباب. فهذا تأكيد الحقيقة على أن الدولة ماضية في تعزيز هذا الاتجاه وفي تعزيز هذه القيم، على الشباب الحقيقة أن يتحلون بقيم نافعة لهم، وإذا كانت نافعة لهم بالتأكيد راح تنفع مجتمعهم، وأول شيء بتنفعهم هم، بتنفع أهلهم، بتنفع مجتمعهم، وبتنفع بلدهم. جميل معاليك، في كلمتك تكلمت عن التطوع، نبغي نسترجع معاك بعض الذكريات والتجارب السابقة في مجال التطوع، وأبرز المواقف اللي فعلا أثرت فيك ونمت فيك بعض الجوانب أو المهارات من التطوع. احنا انشأنا جمعية أصدقاء البيئة في فترة مبكرة، كان في أثناء الغزو على الكويت، كان فيه الحقيقة مجموعة من المهتمين، وقد يكون بعضهم موجود حتى هنا في القاعة هاي، وعقدنا اجتماع في مكتبة راشد، وكان الهدف الأساسي بإنشاء جمعية تحافظ على البيئة، وتكللت الحقيقة هذه الجمعية بالنجاح كإنشاء يعني أول جمعية تقوم بهذا الاتجاه. وما في شك أن نحن في كل تلك الفترة كنا ننعم يعني بفكر مؤسس دولة الإمارات الشيخ سايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، لأنه هو رائد من رواد البيئة، فهو كان نموذج للحفاظ على البيئة ونموذج لزيادة الرقعة الخضراء
ويعني وكان القيم اللي يحملها تجاه البيئة هي يعني دافع وحافز لأولئك المجموعة. فأنشئت الجمعية في تلك الفترة. في البداية واجهت بعض التحديات لأن الفكر ما كان يعني واضح لدى الجميع، وحصلنا على بعض العقبات، لكن فيما بعد الحقيقة رأينا أن المجتمع بشكل كامل يعني بالتشريعات، بإنشاء مؤسسات، بإنشاء دوائر أو جهات، الكل بدأ يتفاعل مع البرامج التوعوية، وأصبحت اليوم عندنا جهات ومختصة، وأصبح الناس يحملون اليوم الحقيقة كثير من الفكر البيئي. والحمد لله أصبحت بلدنا اليوم نموذج، وهذا كل يعني نموذج بيئي ناجح. وأتى أساساً الفكر التطوعي أتى من فترة مبكرة يعني في هذا الاتجاه. فأنا أعتقد أن الفكر التطوعي و يعني راح يظل داعم لأي تحول، يعني تحول في مفاهيم المجتمع. فبالتالي أنا من هالمنصة أدعو الشباب دائما إلى التفاعل مع أي طرح أو اطروحات للعمل التطوعي، لأن العمل التطوعي يعني راح غير عن أني بيعمل لك، هذا راح يعمل لك راحة ذاتية وراحة نفسية جميلة في خدمة مجتمع. جميل معاليك، نرجع لهيئة الصحة بدبي ومنظومة العمل الشبابي في هذه الهيئة. قبل سنة بالضبط في مثل هذا المنتدى أطلقتم مجلس هيئة الصحة للشباب، وكانت لها بعض الفعاليات والأنشطة مثل فحص أو علاج الأطباء العمال مجانا في عام زايد، إضافة إلى جهودكم معاليك في هيئة الصحة لجذب الشباب لدراسة الطب، فنتحدث عن هذا الجانب أكثر. والله دكتور خالد موجود ما شاء الله، وأيضا زملائه الدكاترة والدكتورات في، وكان المجلس الحقيقة يعني مجلس متكامل ومتناغم في كل التخصصات، ويقومون بجهة طيب الحقيقة بالتعاون مع أساتذتهم من الدكاترة، سواء كانوا الدكاترة رؤساء الأقسام في المستشفيات أو حتى مدراء المستشفيات، ويستفيدون منهم، يستفيدون من تجربتهم، وينقلون أيضا هم بعد تطلعاتهم هم للمستقبل. فما في شك أن الصحة اليوم محتاجة إلى نظرة يعني ثاقبة، ونظرة أيضا ملمة بالتغيرات التي تستوي في العالم كله، لأن بطبيعي راح نلاقي يوم بعد يوم كثير من الأنظمة راح نلاقيها تغيرت. فالشباب راح يشكلون لنا جسر في هذا التحول، وجسر كبير في هذا التغيير. جميل معاليك، تكلم عن الرياضة، تترأس معاليك اللجنة الأولمبية الاتحادية، تكلمت عن الرياضة وأهميتها، يعني شوف تخبرنا عن الرياضة كيف تفيد الشباب ليكونوا شباب ناجحين فعالين في المجتمع. يعني ممارسة الرياضة يوميا نص ساعة أقل شيء راح تعطيك طاقة وروح إيجابية لتكملة يومك ولتكملة أيامك الباقية. فأنا الحقيقة يعني أنا غير ما راح أتكلم عن الرياضة رسمية، ولكن ممارسة الرياضة جزء مهم في يعني ليس في صحة الإنسان، وأيضاً الإنسان الرياضي راح يكون في ذهنية سليمة أو في لياقة صحية بدنية سليمة، لكن أيضاً راح يشعر أيضاً بشعور ذاتي سليم، وراح يكون عنده أيضاً مكونات الفريق الواحد والعمل الجماعي جزء مهم. فأنا دائماً الحقيقة أميل وأشجع الناس اللي يمارسون الرياضة، وأي شيء تقدر تسويه في الرياضة بدءاً من المشي والحركة
إلى أي رياضة متخصصة هو شيء نافع للإنسان. جميل. معاليك في كلمتك الملهمة حقيقة، تكلمت بجانب كبير عن القيم. القيم الإماراتية لها طابع يمكن يميزها عن باقي الدول، بعضها مستمد من الدين الإسلامي وبعضها من المجتمع العربي، ولكن هناك قيم يتميز بها عيال زايد فقط. أهمية ارتباط شبابنا بهذه القيم والتمسك فيها مهما علوا في مناصبهم أو تنوعت خبراتهم. القيم هذه يعني بعضها من الموروث، والبعض الآخر يعني قرص من الإيمان، والبعض الآخر أتى من التعلم وأتى أيضا من التجارب. والبعض الآخر أصبح اليوم من ضمن متطلبات العصر. متطلبات العصر أصبحت علينا، ومتطلبات العصر في الإدارة الناجحة وفي المؤسسة الناجحة، فتتطلب أن يكون هناك الأفراد اللي فيها يحملون من القيم لتعزز من رفع أداء هذه المؤسسة، وتعزز أيضا من تلاحم هذا المجتمع، وتعزز أيضا من يعني توثيق لحمة العامة لهذا المجتمع، وتخليه دائما مجتمع سعيد ومجتمع منتج ومجتمع أيضا مواكب للعصر. جميل. معاليك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه دائما يؤكد على أهمية فرق العمل، ودائما ما يترك محفل إلا ويعتز بفريق عمل الكبير، كل موظفي حكومة دولة الإمارات والإمارات المحلية. يعني رأيك أنت في أو نصيحتك للشباب في أهمية الاعتزاز بفريق العمل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المشاريع التنموية الحقيقية في دولة الإمارات. صحيح. أنا أكدت عليها هذه القيمة، وهذه من دائما أؤكد عليها في هذه المناسبة وفي كل مناسبة أكون فيها موجود، أني علينا أن نكون نحن فريق واحد وفرق عمل متكاملة لتعزيز الأداء بتناغم وبانسجام وبأدوار تكاملية. جميل. معاليك، استراتيجية جذب الشباب لدراسة الطب في هيئة الصحة، لديكم برنامج الطبيب المقيم وبرامج لجذب الشباب لدراسة الطب، نبغى نتكلم أكثر عن هذه الاستراتيجية وجهود الهيئة في دعم الشباب لدراسة الطب. حقيقة يعني هناك في إدارة الموارد البشرية عندهم مجموعة من المبادرات لجذب الشباب واستقطابهم، سواء استحداث برنامج طب وعلوم أو برامج الإقامة أو البرامج التدريبية أو التعاون مع الجامعات والكليات المختلفة لتدريبهم وتأهيلهم، لأن هناك يعني وضعت مستهدفات لزيادة المواطنين وزيادة نسبة الشباب في بعض التخصصات، فأعتقد أن هناك كثير من المبادرات اللي موجودة في هيئة الصحة إن شاء الله تمشي وفق المسارات المطلوبة وتبلغ الأهداف اللي نحن نطلع عليها جميعا بإذن الله. معاليك، إذا تسمح لنا نرجع مثل ما يقولون للزمن الجميل. معاليك، أنت يعني توليت مناصب قيادية من فترة ليست بالقريبة، هناك تغيرات كبيرة شهدتها حكومة دولة الإمارات والدولة بشكل عام. الملفات اللي كانت تتولاها الحكومة سابقا ليست نفس الملفات والمسؤوليات اللي تتولاها حاليا. نبغي نسترجع مع الشباب التحديات اللي كانت تتواجه دولة الإمارات سابقا، وكيف قدرنا بعزيمة وأصرار قادتنا الله يحفظهم التغلب عليها للوصول لما وصلنا إليه الحين. يمكن أنا يعني في مرحلة الشباب اللي أنتوا الحين حاليا فيها شفت بعض من ملامع الصعاب. الحقيقة اللي اليوم نحن علينا أن نفتخر فيها، كنت أشوف شوارع غير معبدة، كنت أشوف طريق يوصلك من دبي إلى أبوظبي طريق واحد لاين تمشي بسيارة فيه، واللي قبلي كانوا يشوفون أشياء صعبة، كانوا يقولون يروحون طريق موازي إلى البحر وبصعوبة.
اليوم الحمد لله يعني دولة الإمارات وجود قيادتها ووجود أيضا مسؤولينها والمخلصين فيها أصبحت تملك من أفضل شبكة طرق موجودة في العالم. جميل. نحن كانت في السبعينيات كثير من الأبناء يعني ما يحصلون فرص تعليمية، ومن البنات أيضا ما يحصلون فرص تعليمية للتعليم العالي داخل الدولة، يروحون برا. اليوم نحن يمكن نملك يعني أكثر عن يعني 100 جامعة ومعهد متخصص وكلية. هذا بفترة زمنية يعني هناك كان في عمل وفي جهد وفي تغلب على الصعاب، وأصبحت اليوم المدن اللي عندك مدن نموذجية فيها كل المرافق والخدمات والطرق وغيرها. فالصعاب اللي كانت موجودة في قبل 40 سنة كانت يعني من الصعب الإنسان اللي يتخيلها، فنحن اليوم في أمر أسهل وفي أمر الحقيقة يعني علينا نتحلى بقيم تستطيع تخلينا نواكب العصر ونسابق في الزمن ونسابق أيضا الآخرين، ونتطلع لما تتطلع لقيادتنا ويتطلعون لشعبنا أن نوصل إلى الفضاء ونوصل إلى المريخ. فأعتقد أن بمقدور الشعب اللي قدر يقطع هاي 40 سنة بهالمستوى يستطيع بالشباب الواعد أن يقدر يوصل إلى مرحلة أخرى إلى الفضاء وإلى مرحلة القادمة. أكيد معاليك، في نفس الإطار هذا التعليم كان سابقا هناك تخصصات معينة يعني تسد حاجات السوق وما إلى ذلك. اليوم نحن نتحدث عن تخصصات مستقبلية تذهب بنا إلى الفضاء، نتحدث عن الطاقة البديلة، نتحدث عن تخصصات يعني ما كانت مطروحة أبدا في الفترة السابقة. وانت توليت معاليك ملف التعليم يعني من خلال وزارة التربية والتعليم، اليوم تنصح الشباب اتجاه إلى التخصصات التقليدية، منها يمكن تكون الطب أو التخصصات المستقبلية مثل الفضاء والتكنولوجيا وما إلى ذلك. هذا البرنامج هو برنامج موجه صح؟ نعم. أنا من الناس اللي كنت يمون في التعليم أن يكون عندنا برنامج إرشاد. جميل. بالمراحل المبكرة. مراحل مبكرة يعني يكون من المراحل الإعدادية فما فوق، والحمد لله أعتقد بتلك الفترة استحدثنا هذا البرنامج ونفذناه وأوجدنا مرشدين في المدارس لإرشاد الطلاب والطالبات بالتخصصات اللي يطلبها اللي بها المجتمع. فأعتقد أن هذا الأسلوب لدور كبير في تعريف الأبناء بالمستقبل والتخصصات المطلوبة. اليوم أيضا الأسرة أصبحت أسرة متعلمة واعية وقارئة، الأب والأم عارفين، فأعتقد عليهم دور أيضا آخر غير عن دور اللي موجود في المدرسة آخر للإرشاد أن هذه التخصصات المستقبلية الموجودة وهذه التخصصات المستقبلية اللي نحن نبغاها. المؤسسات أيضا ما في شك أن بعد عليها تلعب دور، يعني نجي والله أن مؤسسة صحية تقول والله هذه التخصصات الطبية اللي أنا أبغاها في المستقبل. نعم. تخصص هذا الطب في هذا المجال الدقيق أنا أبغاه. وأصبح اليوم عندنا نحن وضوح، وأعتقد عندنا بعض الدراسات اللي نحن يمكن كان ممكن نحن نعلنها هنا في المنتدى، ولكن أنا أرجعتها إلى وقت قريب اللي هو Population Health. في Population Health عندنا توصلت إلى أرقام وين الزيادات وين عندنا عدد المتخصصين فيها نقصان.
فبالتالي هذه الأرقام وهذه البيانات نستطيع منها أن نوجه الشباب نحن كهيئة صحة، ولكن أيضا في أدوار لجهات حكومية أخرى وجهات ومؤسسات تعليمية، الكل عليه أن يوجه الشباب بما يملكه من معلومات وبيانات بالواقع المستقبلي اللي موجود وأيضا هو احتياجاته الموجودة. جميل جدا معاليك، يعني قبل ما نختم رسالة توجهها للشباب، يعني الرسالة الذهبية اللي كأحد القدوات الإماراتية معالي حميد القطامي وأحد الموجهين، لو مثل هذه الفرصة أتيحت لك أنها تكون موجه لمجموعة كبيرة من الشباب، الرسالة الذهبية اللي توجهها لهم مثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد زايد، ليكمل المسير يستلم الراية ويسلمونها للجيل القادم بحال أفضل. التعلم مدى الحياة، هذا مفهوم أنا أؤمن فيه وملتزم فيه، أنك عليك تتعلم مدى الحياة. طالما أنت على وجه هذه الأرض عليك تتعلم. فالشباب حتى شباب وغيرهم الكل عليه أن يتعلم، لأن كل يوم في جديد وكل يوم راح يكتسب معلومة أو معرفة، وبالتالي التعلم مدى الحياة هذه هي من القيم الأساسية اللي علينا نسلح فيها طول العمر، حتى لو وصل منصب وزير أو طول العمر هو التعلم مدى الحياة. شكرا لك معاليك، شكرا معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي على هذه الجلسة الملهمة، نتعلم منك الكثير، نعتبر قدوة من قدوات دولة الإمارات. شكرا معاليك. شكرا.